السلام عليكم. فيديو جديد هشرح لك فيه باذن الله طريقه عمل الديكور ده. انا عارف ان الديكور ده انا كنت عامله قبل كده على القناه، كنت منزله فيديو، بس انا بعد فتره لقيت ان في طريقه اسهل ممكن نعمل بيها الديكور ده، اسهل من ناحيه المقاسات. يعني لو مقاس الجنب اللي انت هتشتغل عليه يختلف عن مقاس الجنب اللي انا هشتغل عليه، تقدر برضو تعمل الديكور ده بكل سهوله. اسهل في طريقه العمل، عشان سواء انت عامل او مش عامل او اشتغلت في الدهانات قبل كده في الديكورات في الرسم او ما اشتغلتش خالص، برضو ان شاء الله تقدر تعمل الديكور ده بكل سهوله. بس طبعا لازم انبه عليك ان انت لازم تشوف الفيديو لاخره، وما ينفعش تجري في الفيديو، عشان لو جريت في الفيديو هيفوتك خطوات، والديكور ده ما هو الا خطوات، فلازم تشوف الخطوات كلها بالترتيب. تعال نبتدي ونشوف اول خطوه عامله ازاي. بص يا سيدي، اول خطوه هتعملها هتقسم لي الجنب عندك ثلاث اجزاء متساويه، تمام؟ لو عايز تعرف ازاي هديك مثال. الجنب اللي عندي ده عرضه 2 متر، العرض بتاعه 2 متر، فقسمت ال 2 متر على 3 اداني 66 سم و6 من عشرة. كده كل جزء عندي في الجنب هيبقى حجمه 66 سم و6 من عشرة. كده الخطوط اللي انا عاملها دي واخده الجنب من اوله لاخره، يعني جايه بطول الجنب كله، تمام؟ بعد كده هتقسم لي طول الجنب 4/4، وهتحط العلامات على الخطوط دي، على الخط ده وعلى الخط ده. كده احنا قسمنا الجنب 4/4، انا ما يهمنيش غير الربع اللي فوق والربع اللي تحت. هعمل لهم خط بالعرض، وبرده الخط اللي بالعرض ده مش هجيب الجنب كله، لا ده هجيب الخطين دول بس. ده كده ربع الجنب بالنسبه للطول، وده كده من اول هنا لحد الخط ده نص الجنب، وتحت فيه ربع الجنب. الخطوه اللي بعد كده باختصار شديد عايزين نعمل من الزاويه دي للزاويه دي قوس كده، وعايزين برضو نعكس القوس ده من الزاويه دي للزاويه دي. القوسين دول ممكن يتعملوا بمليون طريقه، تجيب بقى حبل لو تشتغل فتله، تجيب برجل، ممكن يتعملوا بكذا طريقه. انا هشتغلهم بايدي على طول عشان مش عايز ادخلك في دوشه مقاسات وعكه ملهاش اي لازمه، تمام؟ لو انت هتشتغلهم بايدك زيي يبقى لازم اقول لك على كام حاجه كده. شايف النقطه دي؟ النقطه اللي هي بتاعه الربع الثاني بتاع الجنب، مش احنا قسنا هنا 4/4 ده ربع، وفي هنا كان في هنا النقطه بتاعه الربع الثاني. النقطه دي عشان تساعدك في انك تعمل قوس مظبوط، ممكن تقيس منها نسبه ميلان القوس. يعني مثلا عايز تطلع هنا كده 10 15 سم زي ما انت عايز، وتحط نقطه وتوصل نص قوس وتوصل النص الثاني بالزاويه دي. الخطوه دي هتوضح، الخطوه دي هتوضح دلوقتي لما اشتغل، وبعد ما اخلص هوريك. ونفس المقاس اللي انت قيسته هنا تقيسه الجنب الثاني عشان القوسين يطلعوا شبه بعض، تمام؟ الحاجه الثانيه اللي عايز اقول لك عليها انك ما تشتغلش بالقلم ده، القلم السبوره في المصر ده ما تشتغلش بيه خالص. اشتغل بقلم رصاص وخلي معاك اسيكه، مش عايز تشتغل بقلم رصاص واسيكه، اشتغل بتباشير وخلي معاك سفنجه، عشان اكيد هتغلط في الخطوه دي اكيد. فلو غلطت بقلم رصاص هتمسح باستيكه، لو غلطت بالتباشير هتمسح بالسفنجه، انما ده مشكله. ده انا بشتغل بيه بس عشان يظهر في الكاميرا مش اكتر. بص بقى، النسبه اللي كنت بقول لك عليها اللي هي بتاعه العلامه بتاعه نسبه ميول القوس، هي دي عشان تضمن ان القوس مال من هنا نفس نسبه الميلان من الجنب الثاني. المقاس ده انت تقريبا قايسه 12 سم، فانت مش لازم تعمل 12 سم، اعمل 15 10 زي ما الجنب عندك يسمح، تمام؟ هي دي نسبه ميلان القوس عشان تساعدنا في القوس ده. بعد كده اي خطوط غير القوسين دول ما لهمش اي لازمه، هتلغي كل الخطوط دي. الخطوه اللي بعد كده المفروض ان احنا عايزين نرسم خط من الزاويه دي للزاويه دي. طيب الخط ده طبعا ليه شرح وليه ملاحيظ، بس طول ما هو مش مرسوم مش هعرف اشرحه لك، فانا هرسمه وبعد كده هقول لك ازاي تعمله. بص يا سيدي، الخط من هنا من على اليمين عالي شويه عن القوس، تمام؟ عالي شويه، ومن هنا ما قربش ناحيه الزاويه اصلا، يعني طلع فوقيها شويه. هنا هنعمل دوران صغير خالص كده، ده كده دوران معناه ان الخط لافف لورا. طيب بعد كده هنعمل خط تاني تحت الخط ده بس يعكس الخط ده بالظبط، يعني من هنا من على اليمين هيبقى عامل زي الزاويه دي، ومن على الشمال من تحت من هنا هيبقى عامل زي الزاويه دي. بس خد بالك من نسبه ميلان الخط، شوف عامل ازاي، من فوق مايل لفوق ومن تحت مايل لتحت.
برضه هنعمل دوران هنا صغير خالص اهو. انت كده بعد ما عملت الخطين دول قسمت الجنب كله نصين، مش القوسين بس، تمام؟ الجزء اللي تحت والجزء اللي فوق، واللي هتعمله فوق هتعمله تحت بالظبط، تمام؟ بعد كده هتكمل على نفس الريتم ده، هتطلع من هنا كده وهتقفل بدوران، والدوران بيوسع منك يعني الدايره بتاعته بتكبر كل ما بتبعد بالخطوط كده، ماشي؟ وطبعا بتنزل هنا على ضيق، يعني هنا الحجم هنا بيكون اصغر تحت، تحت بيكون صغير، ماشي؟ هشتغل دلوقتي، ومن فضلك ما تجريش الفيديو علشان وانا شغال هتقابلني ملاحظ كتير، انا عارف ان هتقابلني ملاحظ هقول لك عليها. في اماكن الخطوط بتضيق فيها والخطوط بتوسع، فما تجريش الفيديو وتابع معايا خطوه بخطوه. وزي ما قلت لك ما تشتغلش بالقلم ده، انا بس بشتغل بيه علشان يبان في الكاميرا، انما انت تشتغل بقلم رصاص او بتباشير. شايف الخطوط هنا بتوسع ازاي؟ يعني هنا المسافات ضيقه شويه، كل ما بتطلع كده كل ما الخطوط بتوسع. طبعا في حاجات زياده زي كده هلغيها في الاخر، علشان هلغيها كلها مره واحده، عشان لو بشتغل بقلم رصاص كنت لغيتها بأستيك، انما كده لازم تتلغي باللون الابيض. هنا في الجزء ده زي ما انت شايف كده الخطوط من هنا من عند القوس حجمها صغير، شايف الحجم صغير ازاي؟ وكل ما بتطلع كده كل ما الخطوط حجمها هيكبر، يعني المسافه ما بينهم هتكون واسعه، ماشي؟ غير كده ان الخطوط فوق في الجزء ده بتلف لفوق كده، كل ما هتنزل لتحت هتلاقي الخطوط بتلف لتحت كده. احنا قلنا الجنب بيتقسم نصين، نص فوق ونص تحت، ده كده نهايه الجزء اللي فوق، تمام؟ كده النص اللي فوق خلص، ماشي؟ لاحظ بقى ان الخطوط هنا بقت صغيره خالص، لان دي اكتر حته فيها بعد، الخطوط لفه جامد في الحته دي، خد بالك من الحته دي كويس. شايف الزاويه اللي تحت دي؟ زيها بالظبط هتكون هنا، عشان الزاويه دي زي الزاويه دي بالظبط، والزاويه دي زي الزاويه دي بالظبط. نفس الكلام هنا برضو المسافات صغيرة زي هنا، وكل ما بتطلع لبره كل ما بتوسع، والخطوط من فوق لفة لفوق ومن تحت لفة لتحت. كده انتهى تخطيط الجنب زي ما انت شايف، وعندي تصاليح كتير، بس طبعا التصاليح دي هخليها في الاخر خالص علشان الجنب لسه فيه تلوين وحاجات، فوارد ان يحصل تصليحات تانية، فمش هصلح 100 مره، هخلي التصليحات كلها مره واحده في الاخر. في حاجه مهمه بقى عايز انبهك عليها، لازم عدد الخطوط في الجنب كله يبقى عدد زوجي، علشان ما تعملش في الاخر خطين غامقين جنب بعض او خطين فاتحين جنب بعض، لازم العدد الخطوط ده يبقى زوجي. طيب لو انت عملت وطلع معاك عدد فردي، يعني مثلا طلع معاك 49 خط او 39 خط او 35 خط، كل ده عدد فرديه، انك تزود خط في الجنب وتخليه عدد زوجي دي حاجه سهله قوي، هتزنق خط في اي مكان عادي خالص، تمام؟ بس لازم يكون عدد زوجي. طيب هريحك من المشكله دي خالص، خلي معاك حرف الاكس، ماشي؟ حرف الاكس ده بيقول لك ان الخط ده كده غامق، اول خط عملناه ده كده غامق، بعد كده فاتح، بعد كده غامق، بعد كده فاتح، بعد كده غامق، تمام؟ كل الغوامق هتدي لها خط اكس، عشان وانت ماشي انت عارف الغامق فين والفاتح فين عشان ما تتلخبطش، ماشي؟ وبرده كمان علشان لما تيجي تشتغل في الدهان تبقى عارف فين الفاتح وفين الغامق. بعد كده هتشتغل تلوين باللون الاسود او باي لون انت حابب تشتغل بيه، وطبعا كده التلوين بقى سهل، هتشتغل في الخطوط اللي فيها حرف الاكس دي.
وبعد كده هتعمل التصليحات اللي موجوده في الابيض. طبعا الجنب زي ما انت شايف كده مليان تصليحات والخطوط السوداء معوجه والدنيا بايظه، فانت بتحاول على قد ما بتقدر بتصلح الابيض وبتخلي الخطوط دي مظبوطه. الخطوه اللي بعد كده خطوه التظليل، وتعتبر دي اخر خطوه. هنعمل التظليل هنا كده في الجزء ده اللي في النص ده، من على يمين ومن على شمال، وعشان مش عايزين الجزء ده يتبهدل ولا الجزء ده يتبهدل هنحاول نعزله الاول بالتب وبالجرايد. التظليل هيتعمل بالمسدس وباللون الاسود برضه، تمام؟ والظل من جنب التب او من جنب الجرايد بيكون تقيل شويه، وكل ما بتبعد كل ما بيكون خفيف، من هنا ومن هنا، من على اليمين ومن على الشمال. كده خلص الفيديو او خلص الديكور، واتمنى لو عجبك او لو استفدت اي حاجه من الفيديو ده تفيدني انا كمان، وتعمل لايك للفيديو وتتاكد انك مشترك في القناه من خلال الزر الاحمر اللي موجود تحت الفيديو. ولو احتجت اي حاجه هتلاقي كل حاجه مكتوبه في صندوق الوصف تحت الفيديو. هتلاقي كمان في صندوق الوصف لينك الفيسبوك بتاعي ورقم الواتساب بتاعي، لو عايز اي حاجه كلمني وان شاء الله هرد عليك في اقرب وقت. واشوفك الفيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.